شارع مقابل مطعم الأقصى بارة الكاظمية باب الدروازة مقابلة مباشرة. راح أوديكم المحل صفاء أبو أحمد صاحبنا، هذا هو المحل ركن يصير. السلام عليكم، شونك؟ بالمطر جيتك تدلل لأنه إيه لأنه ما أريد يعني المتابعين تفوتهم هاي الوجبة. الوجبة صحيح، أنا قلت لك عليها وأنت شوف. حاجتي لك. شوف هذا الزيت المغربي. مغربي. شوف هذا البشتات، كلها بشتات. شوي القطعة على كيفك، خلي العالم يشوف زين. مو تقول لي استعجل. مو بهاي، بمال انستا ومال فيس. زاد فضلك. هاي كلها بالة خليجية. انت صرت معروف اكثر مني بالصفحة. كل ساعة كاتبي لي صورنا ابو احمد صورنا ابو احمد. هسه انت لو هي المشكلة شنو؟ المشكلة أنت لو رجالي كان استفاديت، لو كل تصوير قطعتين ثلاثة من نعمة كل شيء محصل. الله يرزقك إن شاء الله. هسه ذني كلهن شنو؟ دراعات. شوف الألوان، شوف الألوان الزاهية. شوف قلت هاي جيتك تتعنى تستحق لو لا؟ لا انا اعرف بضاعتك ابو استاذ صفاء، يعني اعرف بضاعتك واعرف ذوقك. انا على شيء يسوى مو مرات تخابرني اقول لك ما عندي الا شيء اجيبه. يلا صح. حلو هذا. شوف الفلاشات. اخليها شويه خلينا نشوفها زين. حلو. دوري شلون اسعارهم؟ 25 هاي يعني شنو؟ لا لا هدف اكو احلى ما خفتي. هذا القش تتدلل. شوف بنا على هالبضاعة تقول لي اريد بضاعة صدق؟ صوتكم تفضل. هاي مشقوقة؟ لا حزام موجود. شوف هذا الألوان كلها ألوان زاهية، الأخضر والأحمر والأخضر والبنفسجي والأزرق. تفضل. شوف الموديلات. هيك الوان حلوه مو صحيح؟ وصلنا مشوار اكثر منك. وتش ما الخلف الله عليك. لا استغفر الله. هذا ردن اكثر شو اسمه الشغل كله بالردان. هذا البستان.
لأن هسه شنو؟ قلابيات. شوف موديلها، شوف موديل أردن. ما مفتوح يجي. سيد الالوان والله الابيض. ايه الابيض. اكو حديث عن النبي عليه افضل الصلاه والسلام يقول البسوا البياض من ثيابكم وكفنوا به موتاكم. ولذلك شوف الكفن يصير ابيض. يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. هو حلو حتى تطعيمه الابيض يخلي لك فد لمسه بيه باي قطعه. هات واو بالردان بالهاي هيك. كل الوزن كل احسن. اكو الوان تجيب الغم صحيح؟ والله صحيح. البياض سبحان الله يعني تفرح حتى اي يعني. عنفه رايحي والعنفه رايحي. وحتى مرات الاسود هم بي فرايحي. هو اسود إيه بس الاسود يعني لون فظيع. انا لبس اكثر شيء مناسبات اللي إيه برا مو الغربي حتى. طبعا برا يلبسوا اكثر شيء الاسود مناسبات. لا احنا يسوون السهره اسود. احنا عندنا شخصية العراقيين ترى ها مستقلة عن برا. شو يسوون احنا نسوي العكس مختلفين عنه. ما شوف مميزين بكل شيء. دائما اللي مختلفين عنهم فيميزونه. ومرة بيطلع يقول لك انت عراقي رأسا يقول لك صح. هاي بالسعودية الله يكتب لك الروحة هناك إن شاء الله يا الحبيب مصطفى. من دون يعني المعتمرين ذاك العراق مبين سبحان الله. أي والله العظيم دم حار. أي دم حار ومحبوب. هو حتى نشوف مثلا المغرب العربي مصر هانتقول يقول هذا مصري. أي أكو يعني سبحان الله كل بلد له فد خصوصية. بس العراقي يعني بالنسبة لي أنا من رحت هناك يعني شفت أي يعني العراق تميز ذاك هو من أي من وجهه سبحان الله. بي نوع من الحنية بي نوع من الغيرة بدون أي حكي تعرفه. أي تعرفه مباشرة. خوش دعاية هاي مو احنا عرفنا دشادي شو قلنا نحكي عنه شخصية الفرد العراقي. هاي شوية الوان رسمية حلوة مو؟ وجهه من ما ومن ما. اي تحفة هذا. شوف شغلة غلط. الوجه ليش؟ ما حرف. مثل السادة هاي. كان هنا هيك مو بيها. لا شكرا لك. ما حبي شلون صحيح 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 هذا تشوي هذا يلا مير يلا تعال تشوي يلا ابيض تطعيمه شلون حلو يا باوع صح جلها هو ابيض بس اباك بتقول الوان بي بس هو ابيض يعني فرايحي نقول فرايحي طبعا هذا حلو هذا نرجع لك شن طعم ملكي أسود. ملكي هذا ملكي طعمي بأسود هي حالات البيهم شي يخلو لك شي لمسة بيك لمسة ما يخلو لك هسا هاك باوع ما يخلو لك فد شي هوسة وهذا كل شي بالبساطة حلو اي والله اي يعني هسا هاك شوفه ايش خالي لين شوف الألوان هن بنفسجي وأهل بس هيك لمسات وياهن كمل كلها هي ما فارغة هي خلو لك شي بسيط كمل ابو احمد ذني الملابس بالذات اكو ديزاينر خاص يعني مصممين عالميين
يقعدون يخططون فد 10 سنوات الموضة ايش تتطلب؟ فتتوقع هاي يعني ايش اعتباطا؟ والله بالنسبة لنا يعني احنا مشكلتنا نصنف يعني على الحاجة يعني من نشوف انت صح مصممين وهذا تصميم وذاك وطلعوا في الديزاينر يقولون او هاي البراندات هي براندات عالمية هاي شنو هاي احنا دائما هتي ما كل ناس يقولها اي طبعا طبعا بعد كل من طبعا من هذول اللي مشتغلين عليها فد ناس اللي فد عندهم فد 30 سنة خبرة بيها صح بارا. هي همين لازم المرأة تجي تشتري تعرف شنو يناسبها يعني لون بشرتها قالبها أنا هسه هذا ما أحب هذا أنا هذا أنا ما أحب هذا اللون بس هذا ممكن أكو نساء يعني يلوقلهن هذا خاصة النساء أي شوف هسه مثل هذا هيك هذا الكبار بالعمر هيك ألوان تفيدهن مو صحيح هسه مثل هذا حتى تطعيمه وياه يعني نفس اللون خالين التطعيم هو ما عليه مشجر المفروض يخلوا له فد شيء ساده على مود يبرز صح لو لا صح. هم خالين تطعيمه ويا تسجيرته يعني مغيرين فد شيء بي خلي يبرز اكثر مثل هذا نفس الشيء هذا زين هذا المغرب هيك يسوي كله تطعيمه ويا التسجير مالته يسوي انت تدري انا احب اللون الزيتوني بس ما احب الطوخ لا الطوخ مو حلو الطوخ هذا اللون حلو والخاماي شوف الخاماي بيلعب لك ما شكو داري خاماي مالته انا حفتح محل اكسرك هنا والله تقول لا هو المتابعين كلهم متابعين كلهم يقوم يجوني ها ابو احمد ايوه مو كنت تبادل واحد شو تبادل لا يعني ادوار نقول انا ذا افتح بالكاظميه هواي انا بتخسر ترى يعني مو ظنواني لا ما فتح نسائي لا فتح والله نسائي فتح جباب وملابس خليجيه ها جوز نشارك صرت تاجر كبير هنا نشارك سويه ما بيها تدري اكثر عالم التابعين من الكاظميه والله العظيم النهضه الكاظميه العظميه باب المعظم ذني اربع مكانات عام هواي تابعني وهواي تهم يعني بيها هو صور بيها هواي بس الكاظميه اكثر شيء تدري يعني شنو حتى من باقي المحافظات يجوها فهنا يشوفوني دائما صحيح يابا شنو الجماعه عزلوا انا طبعا جيت اصدقائي جيت بالمطار خاطركم والله هاي الوجبه ما ريتها تفوتكم صراحه وانت تشوفها تفضل عاشت ايدك ابو احمد حبيبي عاشت ايدك على البضاعه اللي يجيك من طرف يدير بالك والله تدلل